تتواصل أشواط صباح هذا اليوم، تستمر الانطلاقات بالإثارة والتحدي. نذكر بالتوقيت الأفضل تحت أقدام هرمز لحمد بن هدي بن بطي بن ميدان الشامسي، قدم الإبداع بتوقيت زمني مقداره 4:29 بلا يتوامر، وهو التوقيت الأفضل الذي سجل في صباح هذا اليوم حتى الآن، وحتى انطلاقة الشوط الخامس التي بدأت قبل قليل الخاصة بالقعدان كذلك في سباقنا الثامن ضمن هذه السباقات التمهيدية التي بدأت في بداية الموسم لتستمر حتى نهايته بدعم كبير، ورياضة تحظى أيضا بالدعم الصخي من أصحاب المكارم البيضاء والأيادي البيضاء، وأيضا اتحاد سباقات الهيجن الذي يأتي بتقديم الجوائز في كل ميادين الدولة من الأول حتى العاشر في كل سنن الهيجن العربية الأصيلة. ينطلق هذا الشوط الخاص بالقعدان كما ذكرنا وأسرفنا سابقا. مقدمة الشوط المركز الأول يتواجد على المقدمة على المركز الأول في هذا الانطلاق، وفي هذا الإبداع القوي مداهم مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي يتقدم على الصدارة. ننتقل إلى المركز الثاني، وجود أيضا ملهم مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي، بينما المركز الثالث المسك محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. المركز الرابع العدملي يتقدم في المركز الرابع علي بن عبد الله بن سالم العسكري، والمركز الخامس هذا هو أيضا انطلاقة مرموق عتيق بن علي بن هزيم بن المسافري، يقدم انطلاقة مرموق في هذا الانطلاق المثير وفي هذا الإبداع الكبير. هذه الخمس المراكز الأولى من القعدان المشاركة والمنطلقة أمام حضراتكم في تحدي رائع وفي انطلاق مثير لوجود هذه النوعيات المتنافسة من أجل تحقيق المركز الأول خلال هذا الانطلاق. نعود إلى الكوكب الرباعية، أربعة من القعدان في موقع واحد، أربعة من القعدان تسير بانطلاقة هذا الشوط. شعار العسكري، شعار بن ياعد الحميري، شعار مبارك الزرعي، شعار بن هياي. من بدأ بالتدخل مع وجود عديم يابر بن سالم بن يابر بن هياي المنصوري. المركز الخامس يتواجد مرموق عتيق بن علي بن هزيم المسافري، ياتي في المركز الخامس. دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير، لوحة الكيلو متر الأخير بانت وظهرت تمام المشاركين بما تبقى من مسافة على نهاية هذا الشوط. الله، عديم 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 من مثل حتى الآن على مقدمة هذا الشوط. سالم بن يابر بن هياي المنصوري يتقدم ليقود الشوط، الشاعر والمبدع بأبياته الجميلة يأتي بانطلاقة وجود عديم يابر بن سالم بن يابر بن هياي المنصوري، ولكن القادم مرموق عتيق بن علي بن هزيم بن مسافري. كذلك يتدخل العسكري مع وجود العدمري علي بن عبد الله بن سالم العسكري، الله، جولة الأوامر الأخيرة مرموق يقود المسار لينطلق بالمركز الأول خلال هذا الانطلاق والإبداع القوي في انطلاقة هذا الشوط في تحدي هذه الأسماء التي تظهر أمام حضراتكم لتنطلق بإبداع قوي بانطلاق مثير كعادته. هذا مرموق صاحب أفضل توقيت في السباق السادس وفي الشوط الأول، سجل 4:29 كان في السباق السادس، عاد في هذا السباق لينطلق بالمقدمة ليبدع به أيضا الصدارة بإبداعه القوي وانطلاقه المثير لتقديم عروضه الممتازة. عتيق بن علي بن هزيم المسافري المركز الثاني
كان أيضا الداودي لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي وصل في المركز الثاني. المركز الثالث حل فيه أيضا عديم يابر بن سالم بن يابر بن هياي. المركز الرابع هو مشكور سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي. وخامسا كان المسك محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. الله، 4:29 من أفضل التوقيت الزمنية بعد هرمز، كانت 4:29. أتى أيضا ب4:29 تهانينا والناموس.